اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة واموركم مزيان، وليداتكم كل شيء على خير. اليوم ما شاء الله غادي نوجدوا واحد الوصفة لزيادة الوزن بالنسبة يعني للبنات اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم او اللي كيعانيوا من النحافة وبزاف ديال الحوايج. في هاد المكونات البنات كتشوفوني هنا مخلطة كل شيء. المهم انا غادي نقول لكم شنو هما المكونات اللي استعملت، وكذلك غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا. هنايا مقدار نفس المقدار، يعني عندي هنايا حبوب ديال الصوجا كيف ما كتشوفوا محمرين، عندي كاوكاو محمر، عندي اللوز خضر، عندي القرقاع، عندي المشمش مقطع، عندي كذلك سيليلاك ديال القمح والتمر. ها هو هذا فيه القمح والتمر مقطع، يعني عندي زريعه ديال الكتان اللي هي ضروريه، عندي جلجلان او السمسم كذلك، يعني مكونات كاملين اللي هنايا يعني ضروريين وعندهم فوائد كثيره، وعندي كذلك الفوه، يعني بزاف ديال المكونات اللي عندي هنا اللي غادي نطحنهم. كيف ما كتعرفوا البنات زريعه الكتان هي واحد المكون رئيسي عندها بزاف ديال الفوائد البنات. هي غنيه بالاحماض الدهنيه اللي كتساعد الجسم ديالنا اولا كتساعدنا باش نزيدو نرفعو ديال مزياده الوزن، يعني بواحد الشكل اللي هو صحي ما عنده حتى شي ضرر علينا. وكذلك فيها هي غنيه بالاوميغا 3، وبالنسبه للناس او البنات اللي كيعانيو من الاوجاع خلال داك انقطاع الحيض هي كتقوم بالتهدئه ديال دوك الاوجاع، وزوينه بزاف بزاف. وكذلك هي غنيه وفيها عدد كبير هائل من السعرات الحراريه اللي كتعمل كتحفز لينا الشهيه باش تعطينا عفوا قابليه لزياده الوزن وقابليه لتناول اطعمه مختلفه. يعني هاد زريعه الكتان راه واحد المكون اللي هو اساسي في هاد الوصفه. وكذلك عندنا حبوب ديال السمسم اللي حمرتهم. انا درت لكم مكونات كل وحده بحال يعني بوحدها، ولكن الكاميرا ديالي ما كانتش كتسجل، دونك عاد لاحظت باللي ما كانتش كتسجل تخلط، دونك داكشي علاش كنشرح لكم. وبالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. كيف قلت لكم هنا كاينين الحبوب ديال الجنجلان اولا السمسم اللي هو كتعرفوا عليه انه كيقلل لينا نسبه الكوليسترول الضار في الجسم ديالنا، يعني راه معروف عنده فوائد كثيره. وبالنسبه للناس اللي عندهم الضغط الدموي راه كيخفض لهم. يعني هاد المكونات اللي استعملت في هاد الوصفه هما واحد المكونات اللي هما عندهم فوائد كثيره اللي ما غاديش يضرونا، بالعكس غادي ينفعونا بزاف ديال الحوايج. كيف قلت لكم البنات هذه الوصفه عندكم اختيار، يمكن لكم تخلطوها بالعسل الحر اولا شوكولا ديال نيوتيلا، نتوما عندكم اختيار. انا غادي نخلطها ان شاء الله بالعسل الحر. اول حاجه البنات غادي نعملو هي غادي نطحنوا هذه المكونات ديالنا، غادي نطحنوا البنات كيف قلت لكم المكونات ديالنا، راه فيها حتى الزبيب والتمر. المهم المكونات كاملين غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف بالتدقيق. راها وصفه كيف قلت لكم رائعه بالنسبه اللي بغى يغلط في وقت اللي هو قصير بزاف. كنتمنى انكم تجربوها البنات، راه ما غتندموش. هي كتعطينا قلت لكم فيها بزاف ديال الحوايج، فيها الفوه اللي هي كتعرفوا بالنسبه للناس اللي فيهم فقر الدم يعني مزيانه لهم الفوه. غادي ندوز باش نطحن المكونات ونرجع معكم البنات. ها هو البنات طحنا جميع المكونات كيف ما كتشوفوا طحنوا لينا. دابا عندكم جوج اختيارات، يا اما تخليوها هكذا ديروها في قاعه ديال الزاج وتاكلوها بحال الصفوف، يا اما تزيدوا فيها العسل وديروها كويرات. انا غادي نوريكم جوج ديال الاقتراحات. غادي ناخذ قرعه ديال الزاج بحال هاد الشكل، تكون مهم مسدودة مزيان وتكون ديال الزاج ماشي ديال البلاستيك. غادي نديرو فيها النص، غادي
كتجي زوينه وراه مزيانه حتى للوليدات الصغار اللي ما كيبغي يعني ما عندهم شهيه، يعني راه ما عندها حتى شي خطر عليهم، بالعكس مفيده بزاف. كاع تعطيوها ليهم في الصباح، هذا راه تاكلوه على زعما كاين على مدار كاع النهار في اي وقت بغيتو تاكلوها، راه هي كتحل الشهيه وراه غادي تلاحظوا هادشي فاش غتبداو. والبنات عبروا راسكم قبل ما تبداوها، ومن بعد فاش يعني من بعد ما تساليو، بعد ما تسالي الوصفه ديروا واحد 15 يوم وعاودوا عبروا، شوفوا غادي تلقاو راه زدتو في الوزن. غادي نخلي هاد الشويه نديرو بالعسل، وغادي هاد البواطه ديال الزاج درت فيها بحال السفوف. غادي ناخذ العسل الحر، غتقدروا البنات ديروا نيوتيلا، المهم انا غير هنا درت العسل، كل واحد اش يقدر يدير. نخلطو، غادي نخلطو تتشكل لنا كويرات. البنات انا من بعد جمعت العجين شكلت كويرات بهذا الشكل، درت الكويرات زينتهم بجوجلان وكويرات زينتهم فيرميسيل. هلا زينت هادو فيرميسيل بالنسبه للوليدات، غادي يشوفوا هاد لي فيرميسيل ديال الشوكولا غادي يبغاو ياكلوها ليكم. هي اصلا راه بنينه وزوينه بزاف، كتعطيوها لهم في الصباح بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغوش ياكلو، عطيوها لهم في الصباح. وراه كيف ما قلت لكم هاد الكويرات راه كتحتفظوا بهم في الثلاجه، ديرهم في قرعه كذلك ديال الزاج وغادي تحتفظوا بهم في الثلاجه، وغادي تبقاو يعني فين ما جاكم الجوع تاكلوا تاخذوا كويره، ديك الساعه غادي تحل لكم الشهيه وغادي تبداو تاكلوا ان شاء الله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، فعلا انها وصفه اللي فيها فوائد عديده عديده جدا، لا على الجسم لا بالنسبه للانسان اللي باغي يزيد في الوزن ديالو او اللي كيعاني من النحافه، غادي يجرب ان شاء الله هذه الوصفه وغادي تنجح ليه. وكيف قلت لكم تعبروا قبل ما تبداو الوصفه، ومن بعد 15 يوم عاودوا تعبروا وشوفوا لا ديفيرونس واش تزاد او لا. فعلا انها هذه الوصفه كنتمنى انكم تجربوها، وصفه زوينه بزاف ولها فوائد كثيره. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذه الوصفه مع اصحابكم في الفيسبوك في بزاف ديال المواقع، وما تنساوش اللي عجبتكم الوصفه ديروا ليا لي لايك. وبالنسبه لاول مره غادي يدخل القناه ديالي يدير لي ابوني ويضغط على زر الجرس باش ديما يتوصل من جديد الوصفات اللي كنحط ليا يوميا. كنتمنى تكونوا ان شاء الله استفدتوا من هذه الوصفه، وشكرا لكم بزاف الى وصفه قادمه.